نروح على وزارة المالية عشان تتأكد ان البلد مش بخير وان مفيش فلوس ومفيش دولار. وزارة المالية نستهدف 4 مليار دولار طروحات دولية لأدوات الدين قبل نهاية شهر يونيو. طيب جمال سلطان يعني مش عارف بيعاير مصر، بيعاير السيسي، مش مصر صح، محدش بيعاير مصر، بيعاير السيسي وبيقول له قد ايه هو ضعيف. ليه؟ بيقول له افغانستان اعلنت انها انتهت من سداد ديونها الخارجيه بالكامل. افغانستان اللي بتحكمها الطالبان، افغانستان بتتعهد بعدم الاقتراض بعد اليوم. حكومه طالبان حققت هذا الانجاز في اقل من عامين ونصف العام من اداره حكم البلاد، وفي ظل حصار، وفي بلد دمرته الحرب المستمرة على مدار 40 عام في مواجهة أكبر قوتين عسكريتين في العالم. اللي عملته أفغانستان وحكومة طالبان من وجهة نظر جمال سلطان درس للفاشلين. اللي عملته حكومة طالبان في أفغانستان على مدار سنتين ونص درس اقتصادي ووطني لأي حد بيحب بلده. ده طبعا ما ينفعش يبقى لعبد الفتاح السيسي، لأنه لا بيسمع ولا بيفهم وتقريبا بيحبش حد، بيحب نفسه وكرسيه مش اكتر من كده. الاتحاد الاوروبي بيقول لك الدعم المالي الذي سنقدم دعما ماليا لمصر على شكل منحة وليس مديونية، والخبر بيتكرر لتاني مرة في الحلقة علشان نأكد ان هنا وراء الأكمة ما وراءها، ان الموضوع ده وراه حاجة هنشوفها ونعرفها في القريب العاجل. ويعني اخشى ما اخشى ان يكون تمن لاستضافة الجزء من الفلسطينيين من قطاع غزة بسبب يعني للتهجير، مش استضافتهم عشان نعالجهم، لا لا لتهجيرهم، يبقى 100,000 زي ما تقال قبل كده. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيقولك مصر بتدرس عروض استثمار في مشروعات مهمة ستضر موارد ضخمة من النقد الأجنبي. ده بيتم دراسة الأمر ده دلوقتي. طب هي ايه المشروعات الضخمة والمهمة؟ تقريبا سر وخايفين يقولوه، علشان زي ما حضراتكم عارفين اهل الشر مش اكتر من كده. المهندس يحيى حسين عبد الهادي بيوصف لنا الحاله اللي حاصله في البلد. انت عارف في ملاحقات اي حد زي ما عرضناها مع بعض امبارح، اي حد بيفكر يبقى البديل للحكم الفاشل في مصر بيتم ملاحقته. سمع عنان احمد شفيق، احمد قنصوه، احمد طنطاوي. فالحالة دي بيوصفها المهندس يحيى حسين عبد الهادي في بوست كتبه الأربع امبارح يوم الأربع 7 فبراير. قال ايه؟ الملك عقيم، ولو طلبت الذي في يدي لأخذت الذي فيه عيناك. قول منسوب لهارون الرشيد، موجه أو موجه هو وجهه إلى ابنه. كانت أكبر وأبشع عملية تصفير للمنافسين المحتملين في التاريخ تلك المذبحة التي أمر بها السلطان العثماني محمد الثالث في 16 يناير عام 1595 ميلاديا. قتل فيها كل إخواته الذكور 19 أخ، معظمهم لم يصلوا إلى سن البلوغ بعد. وقتل كل زوجات وجواري أبيه الحوامل في إخوة محتملين، وقيل أنهن كنا 27 امرأة. قبل عمل كل ده قبل أن يدفن أبوه السلطان المتوفي مراد الثالث الذي كان قد قتل بدوره إخوته الخمسة في بداية حكمه. تولى محمد الثالث الحكم وهو في 28 من عمره، قتل كل الناس، إخواته وكل اللي ممكن يبقى منافس لي، وهو عن 28 سنة قال بقى هاود لحد ما بقى عندي 70-80 سنة. المهم بعد ما تولى هو عنده 28 سنة فعل الأفاعيل لإزاحة أي منافس محتمل، لدرجة أنه قتل ابنه وولي عهده محمود المحبوب شعبيا رغم ان كان عنده 26 سنة بس. تمام نكمل مع بعض. وبعد ذلك بشهور قليلة مات قبل ان يكمل 37 من عمره دون سبب واضح، ولم يمكث على الكرسي الذي ارتكب من اجله كل الجرائم اكثر من 9 سنوات. تلك سنة التاريخ، ينفق الطاغية فترة حكمه مطاردا منافسيه المحتملين بالعزل أو النفي أو الحبس أو القتل أو أحكام القضاء المعيبة والقوانين المفصلة، ورغم حربه الضروس للاحتفاظ بالكرسي يغادره ذات يوم أيا كان السبب والوسيلة. ينسى الطاغية في سعيه لتصفير منافسيه المحتملين أنه هو نفسه
أو أنه هو نفسه صفر، أنه هو نفسه صفر، والصفر لا يملك تغيير القدر. لم يخلد أحد جالس على الكرسي للأبد، لم يخلد أحد جالس على الكرسي للأبد. الخلود للعمل لا للجلوس، تلك سنة التاريخ، لكن الطغاة لا يتعلمون. رسالة مهمة جدا من المهندس يحيى حسين عبد الهادي لعبد الفتاح السيسي والكل طاغية لازق في الكرسي، فهل من مدكر؟